رودي من الإسكندرية، وأخذنا نموذجين من الأسئلة وهما سؤال الأستاذ محمد خليفة من محافظة المنيا، واللي بيقول فيه: سيادة الرئيس، شفت فيديو المتداول للبنتين اللي عاملين مشروع أكل في أحد شوارع القاهرة، وكيف تعاملت البلدية معهم ومع عدة شغلهم. ليه سيادتك ما تتبناش مبادرة لتجميل وتطوير جميع ميادين الجمهورية من خلال عمل مشاريع للشباب في هذه الميادين عن طريق عربات حضارية ذات شكل جمالي؟ كويس، ده الكلام ده لوزير الداخلية. وقلت اللي مسكته البنتين مش كده. يعني أنا كنت متصور، أنت عارف إن أنا دايما معاهم، فكنت شايف إن الإجراء ده رغم إنه إجراء قانوني وإحنا بنحترم القانون وعايزين نحترم القانون، بس أنا كنت شايف إن هو كان ممكن ما يتعملش بالطريقه دي. الراجل ملوش دعوه، واخد الحاجه بيحطها في العربيه، مش هو اللي حصل. هم مصورين كل حاجه. ف يعني البنات كانوا شاطرين جدا مصورينكم، والتاني ملوش دعوه تكلمه تزعق له وياخد أنا مع كل تقديرنا للقانون وتنفيذه، وهي البنت قالت له الكلمتين دول، قالت له يعني أنت كل الناس اللي موجودة خلاص ظبطت كل حاجة وجاي علينا يعني. عايزين تصريح يا سيادة الرئيس. حاضر. في صعوبة في استخراج. أنا هقول لك، فكرة المنافذ المتحركة اللي إحنا اتكلمنا فيها كان الهدف منها إن إحنا نعمل على مستوى مصر شركة، الشركة دي تدي فرص للشباب ان هم يتواجدوا بعربية، العربية دي يعني كسبيل من او طريقة من الطرق اللي احنا بنعملها عشان نخلي السلع تمشي من تتحرك تتوزع توصل من الدولة او من وزارة التموين قطع للاجراءات اللي زي كده، عشان اولا المواطن ما يشعرش انه بيعمل حاجة غلط ابدا، عشان نبقى احنا دايما فكرة الاستقامة تبقى بننميها في، وده احد محاور مكافحة التلفزيون، ان انا ما احسش ابدا ان انا بعمل حاجة غلط، وان انا وعندي اسباب كانسان ان انا عايز اكل عيش وعايز يبقى عندي فرصة، فانا هضطر اقف ويعني واخالف. طب ما احنا نساعده ونديله تصريح مؤقت برسوم، يعني برسوم ليكم النهارده ساعة لما جه حصل الواقعة بتاعت مصر الجديدة، وانتوا قمتوا عملتوا حملة شلتوا الكافيهات وبتاع وكده، في ناس كانت بتقول لك احنا مستعدين ندفع مليون جنيه في الرخصة، ما انتوا لا خدتوا المليون جنيه ولا منعتوهم، طب خدوا المليون جنيه. صحيح، يعني انا كان مستعد اخد في الرخصه دي مليون جنيه، والناس كلها موجوده في الكافيهات دي كتير موجوده فاتحه وحاجات اخرى. فانا بصراحه بميل دايما لان احنا نواجه المشكله ونعمل الاجراء. وزاره التنميه موجوده معانا دلوقتي، ودوله رئيس الوزراء ووزير الداخليه وكل المسؤولين، من فضلكم ادوا تصاريح مؤقته لغايه لما توصلوا للحل.